يقارع منتخب الأرجنتين. تفضل. نعم، منتخب قوي جدا، من بين أقوى المنتخبات في هذه الدورة، ويفوز على المنتخب الأرجنتيني لأنه يملك منتخب قوي جدا، يملك كل الإمكانيات التي تجعله قادرا على التتويج بهذه الدورة. لذلك إن فاز على المنتخب الأرجنتيني في مباراة الغد وتوج باللقب فهذا لن يكون مفاجأة أبدا. 3-2 هو 3-2 هو ماشي الأرجنتيني، هو ما يحبش يقول ميسي، هو يقول لك الأرجنتيني. صوفيان باين ميدو هنا ما توقعتش قاسي، يعني بامكانك تتوقع عاد بس حتى ما قلت لناش التوقعات تاعك. انا نقول الارجنتين. انا نظن الارجنتين. ارجنتين في اسم نعم اثنين ارجنتين لو اثنين ارجنتين. المنتخب الارجنتيني قوي في كل الخطوط، حارس مرمى من احسن حراس العالم، دفاع وسط ميدان هجوم. المقابله راح تكون صعيبه، الافضليه بالك الناس يشوفها بزاف من جهه الارجنتين. ما قاله الإعلام الجزائري عن المنتخب المغربي في دورة الألعاب الأولمبية باريس وحظوظه للصعود إلى منصة التتويج. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. إليكم التفاصيل. هاو ما درك تسناو تفرجوا الماتش ديال المغرب والأرجنتين، تسناو عاود تخرجوا للشوارع تفرحوا. المغرب غادي يربح أرجنتين وغادي يزيد القدام إن شاء الله بإذن الله، وفي هذه الأولمبياد يدير شي حاجة. وشوف تريكوياتهم بعلام ديال بلادهم وكذا منا، وناشطين وراهم يتدربوا في سانتيتيان، مشاو لسانتيتيان راهم يتدربوا. عندهم المقابله نهار الاربعاء ان شاء الله باذن الله، والانتصار يكون الحليف ديال المنتخب المغربي. بالتوفيق للمنتخب المغربي ان شاء الله باذن الله يوم الاربعاء، الانتصار الاول ان شاء الله في اولمبياد باريس. الله، السلام عليكم، تهلاو في راسكم. يستعد المنتخب المغربي الأولمبي للدخول في غمار منافسة الألعاب الأولمبية بالعاصمة الفرنسية باريس ضمن فئة كرة القدم بمواجهة المنتخب الأرجنتيني. وسيواجه المنتخب المغربي الأولمبي نظيره المنتخب الأرجنتيني يوم الأربعاء المقبل 24 يوليو على أرضية ملعب نادي سان سيسيان ابتداء من الساعة 3 زوالا بالتوقيت المحلي. ويذكر أن المنتخب المغربي الأولمبي يتواجد في المجموعة الثانية إلى جانب المنتخب الأوكراني ومنتخب الأرجنتين، بالإضافة إلى المنتخب العراقي.